انتوا حافظين اغاني محمد نور القديمه بتاعت واما الحلوه المشهوره ولا لا؟ عارفين اغاني لا حافظينها. يعني بتحبوا ايه اكتر، يا غالي عليا ولا ثلاثه اللي انتوا بتحبوا نفتكر حاجه منهم؟ ها تحلف لي صدق ولا يا غالي عليا؟ انتوا تحبوا تسمعوا ايه، يا غالي عليا ولا تحلف لي صدق؟ غالي عليا. هما ايه؟ ولا رايحه جايه؟ بس يا غالي عليا ممكن مش كلها، ممكن مذهب وكوبليه يعني حته صغنطوطه كده من الاول. طب ولا عايز تحلف لي صدق؟ طيب اعمل اللي انت حافظه. انا حافظه تحلف لي صدق اكتر. اوكي يعني انا اسفه يا جماعه. خلاص غني الاثنين. طيب يلا يلا من غير حتى فرقه ولا حاجه. يلا طيب. تحلف لي صدق واستنى وادف حبك واتمنى وفي ثانيه تنسى اللي ما بينا وتكون عليك احلى ليالي تفضل بحبك توعدني والشوق يجيبني وياخدني وتكون معايا وفي حضني لكن بعيد عني يا غالي. طب قولي لو كنت مكاني تستنى ولا هتنساني؟ ده العمر بيعد ثواني واديني صابر على حالي. معلش الاغاني دي تحلف لصدق ويا غالي عليا، انت كان عندك كام سنه تقريبا وانت بتغنيها؟ 20 ممكن 20 سنه. ساعتها كنت متخيل نفسك وانت رب اسره ومعاك الملكه الثلاثه دول يعني قول لي كنت شايف نفسك يعني ايه؟ احنا اصلا الوقت ده يعني احنا لما غنينا في الاول خالص ما كناش عارفين احنا اصلا ممكن ننجح. احنا كنا انا سافرت سفريه كده كنت بعزف مع الشاب خالد تعزف كمان جواراه. انت كنت مشوار فشفت هم الثلاثه بيغنوا سوا عجبتني الفكره قوي فقلت فاهم ما تيجي نغني نعمل ريتم وكده نعمل اي حاجه لينا. براحتها فقلت الفاهم ما تيجي نغني حاجه نعمل حاجه كده لحد ما سمعنا عن برنامج بتاع اكتشاف المواهب كده الجديده بنغني قلنا نروح كده. قعدنا مثلا من الساعه 6 الظهر دخلنا نصور الساعه 3 الصبح قاعدين مستنيين لما يجي دورنا نطلع غنينا غنوه كده فقالوا لنا والله انتوا كويسين ممكن ناخدكم في حفله ما اعرفش فين. فروحنا فشفنا هادي الباجوري قال لنا طب انا مبسوط منكم عايز انتج لكم ماشي يعني اتصور لنا فيديو بجد مش مصدقين ان احنا واشتغلنا ونجحنا والموضوع كله. هادي ولا طارق العريان؟ اول هادي الباجوري وبعد كده طارق وبعد كده طارق العريان وبعد كده كملنا بقى خلاص كل واحد اشتغل. بس انا سمعت ان انت واحمد فهمي مشيتوا لما قلتوا يا كفا ماشي من الجيزه للمعهد يعني احنا اوقات يعني عايز اقول لك زمان احنا كلنا من اسر بسيطه يعني فما كانش فيه الحاجات اللي هم عند علي وعمر عندهم عربيه وسواق وما اعرفش يعني فانت لو الباص بتاع المدرسه فاتك خلاص تركب اتوبيس. فاحنا ما كانش معانا بقى الفلوس فركبنا مشينا من الهرم للجيزه عشان نلاقي الاتوبيس اللي هو ب 10 صاغ لان انت كان معاك 10 صاغ وهو كان اتوبيس بربع جنيه اللي من بعيد فمشينا الوقت ده عشان نركب بقى اتوبيس من الجيزه عشان الربع جنيه مش موجود موجود 10 صاغ استلفناها كده من واحد كده من عمه ممكن بس اي حاجه فادانا 10 صاغ. وصداقتكم انت واحمد فهمي استمرت من ساعتها لحد احمد انا وهو اصحاب من واحنا يعني 5 سنين بقى اكبر من عليا بسنتين مثلا من المدرسه والحضانه وكده وبعد كده كان شامي ونادر بعد كده. طيب اتعلمتوا بقى كمانجا ومزيكا كلاسيك ويعني وانا عارفه ان انتوا كلكم عازفين كويسين جدا. انا بعزف كمانجا وفهمي بيعزف كمانجا ونادر بيلعب بيانو واحمد بيلعب درامز. بس بقى لما جيتوا تدخلوا الحياه العمليه لقيت انه اللي هيجيب الفلوس الغنى. بس هي جت صدفه على فكره. لا قبل الغنى النحت. النحت طبعا. اول نحتايه بالنسبه لك يا نور احكي لنا عليها. اول حد كلمني كده من الناس اللي هم دلوقتي مشهورين خلاص مدحت خميس الموزع من الناس اللي ليهم اسم يعني دلوقتي فقال لي بص نروح احنا لازم نعمل فرقه وبتاع وننزل بقى شغل في الهرم وبتاع شارع الهرم فانا برضو مش ما ركبتش معايا الفكره فقلنا بس نجرب فروحنا يعني نعمل بروف عنده في البيت الساعه 8 الصبح ومامته نايمه وكده فجايبين بقى الالات والبرصات والساوند ومش عارف ايه وبعدين اول ما ابتدينا ترت ترت ترى سهام تات اسم المطربة يعني اللي كانت شغاله معانا وفجاه ترت وبعدين صوت البرصات عالي جدا في الشقه في البيت عندهم. لا معلش يعني هو سهام كانت في الشقه؟ لا ما لا يعني مش فاهمه. سهام دي اسم المطربه فانت أيوة. لازم تقول تحيه ليها في الاول. بيدربوكوا ازاي تقولوا ترت ترت ترى سهام تات فانا مستغرب جدا فقال لي يا اخي قول سهام انت بقى
قلت له مش ترد ترد ترد، لقيت مامته انت ولا بره كلنا عندها حق اتطردنا كلنا. بس انت اشتغلت بقى ورا سهام بعد كده، انت اشتغلت ورا سهام وغير سهام، نعمل مثلا 10 بروبات مع سهام دي، وبعد كده هي اصلا نظرتنا من الشغل احزم انتوا مش من مستواها. ابتديت بعد كده بقى اشتغل بقى مع الفرق بقى، يعني اعزف مع مكاظم الساهر وهاني شيخ. بس انا او احمد فهمي طبعا انتوا عزفتوا ورا ناس مطربين جامدين جدا جدا، بس احمد فهمي برضو حكى لي ان انتوا عزفتوا ورا يعني برضو حاجات كده نص لبه يعني رقصات وبتاع